ایک رکعت ہو گئی. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. حافظ صاحب آپ سارے غور سے سن رہے ہیں نا, تمام جتنے حفاظ بیٹھے ہیں غور سے سنیں, رمضان قریب ہے تیاری کریں ابھی سے. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. تو ابتدا جب ہم کریں گے تو دھیمے انداز میں کریں گے. کیسے کریں گے؟ دھیمے انداز میں ہم اس کی ابتدا کریں گے, اور آپ سب حضرات نے اپنی آواز کو ایک جیسا رکھنا ہے, دیکھنا ہے کہ کیسے استاد پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا؟ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس لیول کو, اس انداز کو آپ سب حضرات نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے, اور سب نے مل کر پڑھنے میں, جہاں میں وصل کروں یعنی ملاؤں آیات کو, وہاں اس کو اچھے طریقے سے سوچ کر سمجھ کر پڑھنا ہے آپ. تو میں شروع کرنے لگا ہوں, دیکھیں کیسے شروع کریں گے اس کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخر سے دیکھیں کیسے کیا ہم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اب دیکھیں. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين. یہ تھوڑا سا اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک لہر سی ہے. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون. عم يتساءلون. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا النهار معاشا. وجعلنا النهار معاشا. وبنا
فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا من المعصرات ثجاجا ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما ووساقا جزاء وفاقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا كل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء من ربك حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا
أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم میں آپ کے سامنے ساری سورت کو پڑھتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے اس چیز کو غور سے سننا ہے کہ ہماری سپیڈ کتنی ہے اور ہم کیسے پڑھ رہے ہیں اور کیسے آواز اوپر نیچے ہو رہی ہے پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ میں سے سارے پڑھنے کی کوشش کریں گے اب دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مثال کے طور پر آپ تراوی پڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین حافظ صاحب آپ سارے غور سے سن رہے ہیں نا تمام جتنے حفاظ بیٹھے ہیں غور سے سنیں رمضان قریب ہے تیاری کریں ابھی سے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء
اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. سپیڈ بھی ہے اس میں, جلدی بھی ہو رہا ہے اس میں, لیکن ہر لفظ اپنی جگہ سے ادا ہو رہا ہے, ورنا اپنی جگہ سے, مد اپنی جگہ سے, سمجھ گئے نا سارے حضرات؟ اب کیسا پڑھیے نظر, روانگی ہونی چاہیے اس میں. جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم, عما يتساءلون, عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون, كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون, ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ہاں جی, سمجھ میں آیا سمجھ رات کو؟ تو انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم آپ سے سنیں گے, اور پھر اگلی سورت جو ہے سورۃ النازعات, اس کو کیا ہے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. صدق اللہ العظیم, صدق اللہ العظیم.